لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوع راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة المحاضرة الأولى في كورس اللغة الألمانية Level 1، المحاضرة الأولى خالص. اللغة الألمانية مش صعبة خالص، هي بس كل الموضوع ان اللي بيتنطق بيتكتب، علشان كده هنتمرن ان احنا ننطق كويس جدا. ده هياخد مننا وقت، مش هتبقى من أول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، بس على قد ما نقدر هنشتغل على نفسنا، على قد ما نقدر هننطق. على قد ما نقدر هنحاول ان انت تنطقوا ورايا، هسيب لكم وقت. بعد المحاضرة ان شاء الله الماتريال بتنزل، هنزل كمان معاها مواقع تقدر ان انتوا الصوت بيقطع كده كويس. كده كويس، تمام تمام كده، كمل تمام. الأول خالص إنكم ما سمعتوش اللي أنا قلته اللي فات. أنا اسمي مي حسام، أنا من مصر، بدرس اللغة الألمانية، وإن شاء الله هساعدكم إن أنتوا برضه ندرس مع بعض الألماني، ونساعد بعض إن إحنا ننطق كويس جدا، نكتب كويس، هنوصل إن شاء الله لمرحلة إن إحنا نقدر إن إحنا نكون جملة، نتكلم مع بعض أو دايت، هيبقى إن شاء الله الموضوع سهل. قلت كمان بما ان الصوت قطع، قلت كمان ان الالماني مش سهل ومش صعب، هي لغه ثقيله، يعني لغه محتاجه ان احنا نشتغل على نفسنا. لو ان شاء الله عملنا كل الخطوات اللي مثلا هنقول عليها واللي هنمشي بيها، انا همشي معاكم درجه درجه، مش هنجري خالص، هنشوف مره واثنين وثلاثه النص. هتنطقوا ورايا، هسيب لكم وقت ان انتوا تنطقوا ورايا. بعد ما نخلص ان شاء الله بسيب الماتيريال اللي هيظهر على الفيسبوك، اي سؤال بتعوزوه ببقى انا موجوده على مسجات فيسبوك، ما عنديش اي مشكله. بالنسبه للمواعيد، المواعيد زي النهارده الساعه 8 يوم الاحد الساعه 8. لينك ايه؟ هو لينك، مش لينك الماتيريال، الماتيريال اللي انا اصلا هديها لكم دلوقتي ده باوربوينت، ده هنزله على الفيسبوك ان شاء الله. اللي عايزه اللي هو الكلام خلاص اللي انا قلته هيبقى اوريدي انتوا سمعتوه، ما هو بقى هيبقى على الايفنت اللي دخلتوا عليه منه على على القاعه. في مشكله في الموضوع، هنزل باذن الله على مدار بقى الاسبوع، يعني مش عايزين نقعد من الحد للحد ما نمسكش اي حاجه او في دايت ما نتمرنش في حاجه. فانا ان شاء الله اول ما هنخلص المحاضره هو للأسف هيبقى يوم واحد بس في الأسبوع، ممكن نخليه يومين بس، ده يعني بعد كده ما أنا شو أوعدكم دلوقتي بصراحة، يعني ممكن نخليه يومين مثلا من بداية نص السنة إن شاء الله. هو الصوت واضح ولا مش واضح؟ يعني شوية. حاضر، تمام كده، كده الصوت واضح وعالي، تمام اكمل. كنت بقول كمان ان انا على مدار الاسبوع مش عايزاكم ان انتوا يعني ما نشوفش بس الالماني يوم الاحد هنا في المحاضره وبس، لا احنا عايزين بقى ان احنا نتدرب على اللي خدناه في المحاضره ده ان شاء الله. هحاول اعمله لكم بقدر الامكان، ان انا هنزل لكم مواقع تقدر تساعدكم، يعني انا النهارده باذن الله هديكم الحروف، تمام. بعد ما نخلص على طول هتلاقيني منزل لكم لينك في الحروف بالنص، بحيث ان انا المحاضره هتنزل باور بوينت من غير ما يتنطق، يعني من غير نطق ولا اي حاجه، تمام. فهتلاقي بقى مواقع ان هي تساعدني على كده.
زي ما قلت، في أي سؤال في المحاضرة وفي أي حاجة هنخلص خالص، وبعد كده الأسئلة هتتقال. في أي سؤال وأنتوا بتذاكروا مثلا بعد كده، ما تبقاش فيسبوك، أنا برد عادي جدا تحت أمركم في أي وقت كلكم. نبدأ. أنا للأسف عندي مشكلة مش بشوف الباوربوينت نازل، ربنا يخليك، مش بشوف الباوربوينت نازل، فأنتوا هتشوفوه وأنا هشرح من الباوربوينت اللي عندي. بس هقول لكم احنا الصفحة كام، وإن شاء الله الموضوع هيبقى واضح. اللي مش هيبقى واضح يوقفني. لا هي واضح، يعني هي المشكلة مستمرة معايا فترة. النفس في حاجة إن شاء الله هحاول أعالجها على الحد الجاي بإذن الله. لو في أي حاجة مش واضحة وأنا بقول، بس أنا هعيد مرة واثنين وعشرة، فهديكوا وقت إن أنتوا تقولوا ورايا، ولازم تقولوا ورايا، وهعمل تست المرة الجاية على موضوع النطق ده. حتى لو أنا مش بسمعكوا أنتوا هتكتبوا لي حروف، يعني هتكتبوا لي النطق بتاعكوا بالعربي. تمام؟ أستاذة أسماء الدعم الفني، هتقلب السلايد، مشكورة جدا. هنبدأ إن شاء الله، كل مستعد نبدأ. في أي سؤال بره الباوربوينت، بره الماتيريال، في أي سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول سلايد، هاتلي بالكامل، هنقلب تاني سلايد. ممكن بس الدعم الفني وبيقلب الصفحة ممكن يقولوا عشان أبدأ، يعني عشان أكون عارفة الصفحة اتقلبت ولا ما اتقلبتش. تاني سلايد. تمام، أول حاجة خالص قدامي، بقت الحاجة تخص الدعم الفني. أول حاجة خالص قدامي حاجة اسمها دي الفطيطة. إيه؟ الفطيطة. دي الفطيطة يعني حروف الأبجدية. دي الفطيطة حروف الأبجدية. تمام؟ أول حرف آ آ آ بي بي T T T B B B أني واحدة هون سلايد موجودة لفصل الترحيب، يعني هي سلايد الكامل. طب عايزين الدعم الفني بس يبقى أول صفحة خالص، اللي هي أولها دي الفطيطي، هي الحروف الأبجدية. طيب تمام كده الحروف، ركز بقى في الحروف. فأنا أول مرة لوحدي، بعد كده تاني مرة هتقولي ورايا وأنا هقول لكم إمتى تقولي ورايا. تمام، اسمعوها بس كده ولكم نظرة عامة عليها. A A A B B B C C C D D D E E E F F G G G طيب انا هستنى 5 دقايق، استنى 2 دقايق بالظبط، كل اللي عمل يفرش الصفحة علشان الحروف تظهر لنا كلهم.
جي لا انا عايز تاني الاول كله الاول انت هتقول ورايا ما تقلقوش انا بس مستنيه الناس اللي مش ظاهره عندهم الحروف دي يعني في ناس ظهرت عندها الحب يبقى كده في مشكلة عند ناس معينة اسم عنده مشكلة نحاول نعالجها دلوقتي هنبدأ من الأول أول كله عنده الحروف ظهر عندك هاتي بالكامل لا هو احنا في صفحة كويس تمام مفيش شيء أخر مثل. طب انا مش المشكلة من عندي خلص على فكرة لا انا عايز الاول تاني نطق الحروف وهعيده اكتر من مره مش عشان حاجه عشان الصوت ولا اي حاجه عشان هي لازم تتعيد وهستنى لما تقولي كمان ورايا ليه لا مش انا بس مستنيه الناس اللي تكتشف النص تقول ان مفيش نتيجه دي عشان برضه طيب انا عندي اقتراح احنا نبدا دلوقتي مع الناس اللي ظاهر معاها النتيجه وهقراها ناخد فكره عامه بعد كده كده كل واحد يقول وراه تمام حاضر مش كتير قوي كده هبدأ بتاعت حاجاتنا طيب نبدأ دلوقتي مع الناس اللي حاضر اللي شايفين المثير هقول من الأول ما حدش يقول ورايا خالص وهتاخد وقت إن أنت تقولي ورايا الثانية إن شاء الله بي بي اي سي C C B B B E E F F F G G G المثلث السبعة سمحتي ها 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 شو مراجعة أنا مديك E E E Yes 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 Car Car
ك ال 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 ام 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 او 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 تي 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 كو كو او ار 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 مش لازم بعدها لو سمحتي. F F F T T T U U U V V V V V V X X X Epsilon 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 F F F ممكن أول تاني سلايد لو سمحتي، لأول تاني تاني سلايد. إيه اللي صعبة بالظبط؟ لا مش صعبة خالص، هنقراها أكتر من مرة وهتقولي ورايا، الموضوع مش هيبقى صعب خالص إن شاء الله. كده جالكوا تاني سلايد. دي ألفابيتو كده من أول خالص. تمام، هتبتدي بقى ان انت تقولي ورايا، هنقول الحرف مرتين هتقولي ورايا مرتين. تمام، نحاول نركز قوي في النطق علشان دي المنطقة المطلوبة في الألماني، نركز في النطق. بسم الله الرحمن الرحيم. آ آ ب B C C دايما السي هي مشكلة لأنها في الإنجليزي متعودة عليها سي، لا هي في الدويتش سي، كأني بقول سي سي هي سي سي روها نتدربوا عليها. C C بالنسبة للخلافات ما بين الإنجليش ما بين الألماني، هي فيها اختلاف كبير، يعني مثلا حرف الـ A هنا A، هناك في الإنجليش A، اللي واخد نطق الـ A هو الـ E، يعني هنا في بعد الـ B في حرف اللي هو الـ E في الإنجليش، ده بننطقه ايه مش ايه خالص، هي دي بس الفكره. ان هو لو عندنا مثلا حرف هي حاجات معينه، يعني في اثناء الشرح يا ريت يكون جنبينا ورقه وقلم ونكتب الملحوظات البسيطه دي، يعني حرف ال آ نطق آ مش ايه. تمام، بسأل خطيبتي صح، بس ده لو حرف واحد بس، البلغال او الجامعه بتاعها دي الخطيبتي زي ما انا كاتباها كده، يعني حروف كلها. تمام، نكمل. وصلنا لحرف التي،
ممكن يكون بس فعلا هنا بيقارن علشان الانجليش درسناه من واحنا صغيرين، فدي حاجه هي دي لغه ودي لغه تانية خالص، بس ممكن عشان احنا اتعودنا مثلا على اللغه دي فبنقارن، بس هي فعلا ملهاش مقارنه خالص يا جماعه. نقول من اول السي اللي بقى ورايا سي 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 أهر أحمد دي دي اي اي لا هو فراو روما الصوت مش بيروح، انا مسكت عشان انتوا تنطقوا بس. اي اف اف ندخل على السلايد اللي بعدها لازم نشوف الملاحظات اللي عندي. الحرف الجديد اللي علينا ا حرف التاني سي لك برضو جديد شوية سي لاني بقول تي سين على طول سي. حرف الجي مش جي هو جي في اللهجة المصرية العادية جي. بالنسبة لحرف الاي اي اللي هو بعد البي ثابت نطق اي مش اي تمام. احنا نعيد السلايد دي تاني بس كده تمام لحد دلوقتي. في سؤال في السلايد دي ممكن حضرتك تقلبي الصفحة الثانية. تمام هتقولوا برضو ورايا ونقول مرتين تمام. ها لو مرة هنعيدها تاني متقلقيش هنعيد الحروف تاني. ها 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 اي اي E yep yep ha ha L L M M N N O O P P Q Q R
وير. R. بالنسبة للسلايد دي حرف الها نطق ها، حرف الاي في الانجليش نطق اي اي، اليط والكاف مش مشكلة، الان والام والان والاو، الاو هنا مضخمة قوي، او بقولها بقوة جدا او، تمام. البي خفيفة تي 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 تي، الكو يعني ما فيهاش مشكلة الكو. نيجي بقى للار، الار في الدويتش ما عندهمش اصلا حرف ر، يعني في الكلام بناخدها في النص يعني ما بنقولهاش، وهنشوف ده بعد كده في الأمثلة. بس اللي انا اعرفه يعني اللي انا اعرفه دلوقتي ان احنا لازم نعرف ان الا او الار بتنطق ا ا او ار ار، تمام. ده بس اعرفه لحد دلوقتي. بعد كده نجيب السلايد اللي بعدها. اف اف T T U U How How B V X X Epsilon Epsilon T T. نبدا السلايد دي. عندي هنا U. ايه الفرق ما بين، انا لسه هقول تاء وإيمان، ايه الفرق ما بين ال U والاو؟ انتوا اللي بقول الاو اللي قدامنا دي نطق او او، لكن الاو او في فرق طبعا في النطق اكيد سامعين، او ده اللي هي الاو، والاو او ده اللي هي الاو، تمام. عرفت الفرق في رو ايمان؟ ال دبليو اللي هي في الانجلش دبليو نطق V V، تمام؟ اه زي الانجليش بس مضخمة اكتر، يعني مش او او او، تمام؟ عندي الكاو اللي هي ال V كاو V X إبسلون، الإبسلون مش بتتنطق في الكلام إبسلون، يعني مش بقول نص الكلام إبسلون، لا احنا هنقراها تاني، نقراها مرتين كمان. الابسلون دي ايوه بالظبط، الابسلون مش بتتنطق ابسلون، بتتنطق في نص الكلام يه، يعني زي بالظبط يه نطق يه، وهنشوف برضو في الامثله لو مش كلها هنطبق عليه مثال. بالنسبه بقى في اخر حاجه اللي تسك، زي ما غير محمد كتبه تسك في سين تسك تسك تسك، تمام. عندي ما فهمتش الفرق ما بين الاو، كان في حد بيسال غير محمد بيقول ايه الفرق ما بين الاو والاو، الفرق ما بين الاو هو انا بقول او 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 مفخمه، لكن الاو يعني انتهي ان هي واضح في النطق او، تمام. هنجيب من اول سلايد تاني اللي هي رقم 2. هننطق بقى الحروف، لا لسه ما جيناش من الاملاو. اه كانها قالت اه يعني بس مفخمه قوي. طيب هنقول تاني حروف هتقولوها معايا، هنقولها مره واحده بس المره دي، ولو بقى في مشكله في الحروف
لما نخلص خالص لحد ما نسال ونشوف ايه مشكلتنا في الحروف ونعيدها تاني. تمام؟ تقول ورايا بس مرة لمرة. تمام كده؟ A B C D E F G لايف اللي بعدها لو سمحتي. ها اي يا ها ال ام ان او بي كو ار نطلع المعادلة لو سمحتي. F T U V V X Epsilon هنا أحمد بيقول R ولا R. أنا لسه قايلة الموضوع ده دلوقتي، ما عندهمش حرف الر. الألمان ما عندهمش حرف الر خالص، بيقولوا في الكلام على حسب بقى الكلام اللي عندي. أنا مديكم كذا مثال، هديكم أمثلة جدا على موضوع ال R وال R وال A ده، وهنشوف انت نطقها R وانت نطقها R وانت نطقها R. اوكي، وانت اصغرهاش مكتوبه. اوكي، حرف الابسلون ده مش بيتنطق ابسلون، احنا قلنا ان هو مش بيتنطق ابسلون، بيتنطق يس زي يس. لكن احنا لما بنقول الالفا بيتا، لما بنقول الحروف اصلا بنقولها ابسلون، هو اسمه ابسلون عندهم. يا محمد اشرف، السي سي سي كأنك بتقول حرف السين سي سي سي. تمام؟ لا، هو احنا النهارده هناخد الحروف وترتيبات الحروف وتشبيهه او امثله عليهم، ونعرف ازاي ان احنا ننطق كويس جدا. وفي اول المره الجايه ان شاء الله في تست صغير قوي على موضوع النطق ده، عشان اكمل مثلا انتوا تنطقوا صح. طيب، أعيد الحروف بسرعة تاني في المرة، لو عنده سؤال هيتسأل لما أخلص خالص، هنعيدها تاني. A B C D E F G H E Y K L M N
O P Q R S T U V W X Epsilon S. في أي مشكلة في الحروف؟ أديكم بالضبط دقيقتين، كل واحد ينطقها من الأول تاني، يعني معلش ممكن زمان من السلايد الأولانية خالص اللي هي رقم 2 ينطقها كل واحد كده لوحده ونشوف إيه المشكلة في أول السلايد. بعد كده هنخلص وننقل على السلايد اللي بعدها، بعد كده هنخلص وهكذا لحد ما نخلص الحروف. في مشكلة هنكتب إن في مشكلة في حرف ما، أوكي؟ معاكوا 3 دقايق بالظبط كل السلايد. ال V بتتنطق اللي هي ال W بتتنطق V V. أول سلايد خالص. حاضر. ال C أنا مش عارفة هو ال C عامل مشكلة. كل الموضوع إن أنت مش بتقول C. بتقول ال C C C. في T في الموضوع بالظبط. C C C C C. The A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, C, C. ما احنا هنفرض طايش شكل كتير قوي. امثله كتير. الله يسلم حضرتك. انا بحاول ان انا ما بينش نفس صوتي تعبان عشان تركزوا في نقطة الحروف. هنا او هنا A B C D E F E. ودي اقول كده اول سلايد فيه مشكلة بالنسبة لكله. الفرق ما بين البي الخفيفة والبي الثقيلة. دي بي بتبقى كده بي، الثانية بتبقى بي 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 بي. الجي اللي هي في الانجلش او الجي بتبقى جي عادية جدا باللهجة المصرية، يعني جي جي يعني. هعرف انت بتنطقوا صح ولا غلط ازاي المرة الجاية ان شاء الله. هتثبتوا كده الاسبوع ده كله تتدربوا على الحروف، والموقع اللي انا هنزله هيساعدكم في بدء الاسبوع. المرة الجاية بقى قبل ما هعمل كورس صغير قوي هديكوا كلمات اطلب منكم ان انتوا تكتبوها لي بالعربي في الشات عربي، يعني هتنطقوا وتجربوا تكتبوا الحروف عربي. تمام. الاي والال واليف مالهم؟ الاي اللي هي الانجليش نطق اي، والال زي الانجليش عادي، والام زي الانجليش، والان زي الانجليش. الري اللي هي اليف. ما انا هديكم والله الكلمات الامثله هديها لكم، بس في مشكله في نطق الحروف. رو منين في مستعجلة بس هقولها لكم. ال A ال Y هتبقى كده يخ يخ نطق يا يا وإياكم. طيب نقلب على السؤال اللي بعدها. الها جي ار. تمام. السلايد اللي بعدها الها اي يس كا ال ام ان او بي كو ار. انتوا ار
ايه حروف العلة لسه ما جبناهاش خالص؟ في مشكلة في السلايد الثانية انك تقطوها. طيب السلايد الثالثة، ما انا قلت هي عبد المنعم. بي والبي، ان البي اللي هي البي الثقيلة دي بي، الثانية بي عادية، تمام؟ السلايد الرابعة السلايد الرابعة اليافت ميل جي يافت، تمام. السلايد الرابعة الاف تي او فاو في اكس ابسلون اكسس، هذا لسه أي سؤال. طيب الفرق ما بين البي الثقيلة بي، ما بين الخفي البي الخفيفة بي 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 بي. يا جماعة مين اللي دخلكم على السلايد حروف العلة؟ لسه، شوفوا بس آخر سلايد كده الحروف فيها مشكلة. فس فس مش زد، فس. اه بالظبط، يعني ممكن. أبو محمود أسعد، حضرتك أكيد بتتكلم على الحروف الأساسات والأملاوت والحاجات دي كلها، الحاجات دي لسه مفتهاش لي. اسمنا؟ لا، هو اسمه في الألماني هو نفس اللي في العربي، يعني مثلا حضرتك اسمك نادية، أكيد مش هقول ناي نادية، لا بقول نادية عادي. حاضر، هقراها كلها مرة واحدة كده، في أي مشكلة؟ طيب هجيب من الزايدة الثانية لآخر مرة بقى هنقرا الحروف. أ بي بي بي، أ بي بي بي، إي إف جي، بعدها ها إي يف كا إل إن أو تي كو إل S T U H V X Epsilon Z. تمام. السلايد الخامسة أحرف العلة اللي هي الفوكالة. عندي في الألماني كل خمس حروف حروف العلة، ما نبقاش قوي عربي، أنا أهم حاجة عندي أعرف من دول الفوكالة، تمام. تمام، يبقى انا عندي كده الفوكالة في الالماني هم خمسه، الا والاي والاي والاو والاو، تمام. يبقى انا عندي الفوكالة دي معلومه من ضمن المعلومات اللي انا لازم اعرفها، ان في حروف عله في الالماني، يعني حروف فوكالة اسمها فوكالة، الا والاي والإي والأو والأو، تمام؟ السلايد اللي بعدها الأملاوت، إيه بقى هي الأملاوت؟
أنا أفهم، أنا أفهم. الأمور كذا بالنسبة للصوت، أنا أفهم جدا بالنسبة للصوت. الله يسلمك. الأمور دي الله يسلم حضرتك وإياك، شكرا. الأمور دي حاجة جديدة في الناس. لا لا إن شاء الله هنكمل النهاردة كله بإذن الله عشان ما نتأخر، لأننا بدأنا النهاردة لازم نكمل بإذن الله. نكمل بس الأمور. الأمور دي نقطتين بيتحطوا على ثلاث حروف. عندي في الألماني ممكن تكون مختلفة شوية عن بقية اللغات، يعني أنا ما شفتش ده في الإنجليش، ما شفتش ده في العربي. إن بحط نقطتين أو نقطة واحدة بس على حروف ده مش موجودة عندي. الألماني بحط حاجة اسمها أملاوت بنقطتين، بحط على حرف الأ والأو والأو، تمام؟ يبقى أنا عندي الأملاوت نقطتين بحطهم على الأ والأو والأو. طبعاً الفرق ما بين الاو والاو، تمام؟ طيب ايه بقى فايده ان انا احط نقطتين على الحرف؟ ان انا لازم اعرفه ان هو مش بارادتي. في كلمات بتبقى نازله بالاوملاوت وفي كلمات نازله من غير الاوملاوت. عندي الاوملاوت مثلا لما بتتحط على الا بتبقى ايه؟ يعني مثلا في تشومبا اشبيل، هنبص تحت تشومبا اشبيل أوغل أوغل، جنبها بحط الأملاوت على الأ هتبقى إيجيبتون، بقراها عادي جدا إيجيبتون إيه عادي. يبقى فايدة الأملاوت اللي هي بتغير لي النطق بتاعي، لازم تتحط على ثلاث حروف بس، ممكن ما تتحطش، بس ما تتحطش غير اللي على الثلاث حروف دول، تمام؟ يعني ما ينفعش مثلا أجيب حرف الأ وقوم حط عليه أملاوت خالص، مش هينفع تعمل. إذا هي القاعدة كده، دي الرجل اللي عندي، القاعدة إن الأملاوت دول نقطتين بيتحط على الحروف المتحركة الأ والأو والأو والبس وبيغير النقط. أول حاجة خالص قلتها، لو اتحط على حرف الأ بيتقال إيه؟ زي أول إجيبتن، يعني عكست النطق خالص، بدل ما بقول أ بقولها إيه؟ إجيبتن. تاني حاجة، لما احط الأملاوت على الأو المفخمة قوي مفخمة قوي هتبقى جروس، فايشبيل ان عندي المثال جروس، هتبقى جروسة جروسة جروسة. ده كده في فرق، ده لما الأو قولوا أملاوت اللي من غير الأملاوت انا هعيد تاني كله. الأول من غير الأملاوت بتنطق أو عادية مفخمة، زي المثال اللي عندي جروس، لما أحط عليها أملاوت الأو دي هتبقى جروس جروس جروس، تمام؟ هذا النطق هو صعب، يعني أنا مش هقول إن النطق سهل، بس مع التمرين وإن أنا كل شوية أنطق الأو والأو والأو الحاجات دي كلها هنعرف إن إحنا نتعود عليها وننطقها والسمع يبقى واخد عليها جدا. ثالث مثال، لو ثالث حرف الأملاوت لما تتحط على الأو بتبقى عاملة إزاي؟ يعني مثلا عندي لك مثال جوت جوت، بس الأو جوت ما أحط عليها الأملاوت فيغو فيغو، ده هيجي مع الوقت. يعني انا عايزه ثاني بس هو هيجي مع الوقت، يعني محدش يقلق خالص من موضوع الاملاوت دي، عشان الاملاوت دي مش بتظبط يعني ولا من اول مره ولا من ثاني مره. يبقى هنعيد من الاول ثاني، ايه هي الاملاوت دي؟ الاملاوت دي نقطتين بحطهم على ثلاث حروف بس، طبعا مش انا اللي بحطهم، هي بس فايدتها ان هي بتغير النطق. عندي بس معلومه ان اللغه الالمانيه لغه فقيره فقيره جدا، مصطلحاتها فقيره جدا، كلماتها قليله جدا جدا، علشان نستغل كلمات الحيلة القليلة دي في مقالي كثيرة، ابتدوا ان هم يضيفوا حاجة اسمها املاوت، ابتدوا ان هم يفصلوا الكلمات، وده برضه هنعرفه ان شاء الله على مدار المستويات الجاية. مهمني دلوقتي الاملاوت، الاملاوت دول نقطتين نحطهم على الثلاث حروف الأ والأو والأو،
الـ A بتخليها A والـ O بتخليها U والـ U بتخليها U. تمام؟ يعني مثلاً أوب A أوب يبقى إيجيبتن، تبقى إيه عادية إيجيبتن. غوص 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 في غو. تمام؟ في أي سؤال؟ أنا هخلص السلايد دي هنا. حد عنده سؤال ولا أكمل؟ تمام بسرعة كده. الناس اللي مش فاهمة، الأملاوت دي نقطتين، الأملاوت دي نقطتين محطوطين عندي على الحروف المتحركة زي الـ A والـ O والـ C. أنا كده عرفت الفرق ما بين الـ O والـ O في النقطة. تمام؟ يعني أعرف بس الفرق ما بين، لا هي مش بتخفف نطق النطق خالص، هي ملهاش وظيفة محددة، هي بتغير النطق. يعني مثلا لما نزلي حرف الـ A بتنطق A، هو الحرف نزل كده، فالقاعدة عندي إن هما لما الأملاوت بتتحط بتغير المعنى، بتغير الكلمة أصلا، بتغير الفنكس، بتغير الأوتش بتاعها، بتغير النطق، ولا بتخليها زي الإنجليش. لأ هي قاعدة معينة، يعني هي مش محتاجة إن احنا نفهم حاجة، ده هو بس يا دوب بنعرف نقرا ازاي. هقول من الأول تاني خالص، الأملاوت دي بتتحط على الـ A والـ O والـ U، بتخلي الـ A A، بتخلي الـ O E، بتخلي الـ U E. هو في تشابه ما بين الـ O أملاوت والـ U أملاوت. تمام؟ تاني يبقى لما احطها مثلا على الـ A، لو بص لو نبص كده الأول مثال، أول مثال خاص بيقول أوبن، ما احنا هنقول النطق واحدة واحدة. الأول مثال أوبن أوبن، هنا لو نلاحظ إن احنا قلنا آ آ أوبن أوبن. تمام؟ اللي جنبها بقى على طول إيجيبتن، إيجيبت إيه إيه إيجيبتن، ما قلتش أوبتن، هو ده بقى الفرق، أوبتن. أمثلة على الأملاوت تاني، حاضر هديكم بس نفهم بس الموضوع ماشي ازاي. يبقى من غير الأملاوت بتبقى آ، هنا أوجن، هنا إيجيبتن مع إيجيبتن الأملاوت إيجيبتن، ما قلتش أوجبتن مع إن حرف آ حطيت عليه أملاوت بقيت إيجيبتن. تمام؟ أول مثال، تمام، أول حرف الآ نحط عليه أملاوت. هي مش محتاجة حفظ خالص، هي ممارسة بس مش أكتر. طيب ندخل على الأو، الأو الأو لما حطها أملاوت بتبقى أو، يبقى الأو والأو أو أو. تمام؟ كلمة خالص لو بصيت لها، يغاف تاني مثال جروس، بس بقول او جروس او شويه جروس، لكن اللي جنبها جروسا جروسا. تمام؟ ثالث حاجه الاو جوت، الاو جوت، هنا فيغو فيغو. طيب هكتب لكم امثله على الشات، ده لسه ما قلت لكوش اللي هو الاسفتات اللي هو عامل ده لسه.
اقول لكم مثلا امثله على الاو والاي، يعني مثلا عندي هيز. انا في الشات على فكره، بصوا في الشات هيز هيز هيز، تمام؟ من غير الاملاوت اسمها هوخ. في الفرق هوخ، يعني دي فرق. ما ياريت بس محدش يكتب في الكومنتس عشان كله يشوف اللي بكتبه، عشان مش عندي بورد تانية اكتب فيها. هيز وهوخ، شايفين الفرق؟ هيز هيز هنا هوخ صريحة، يعني مفخمة قوي، هوخ، تمام؟ ده مثال بالنسبة للأو. بالنسبة للأو ممكن مثلا نقول أو جو. هنا قلنا الأو شوية، أو جو. هنا اهدى إذا، ده فوق أو جو إذا. هي هتيجي بالممارسة على فكرة يا جماعة، بس مش ناقصة. والنطق اللي أنا أقوله ده الحمد لله، يعني يبقى تاني، يبقى هيه هو أو جو إذا إذا. بالنسبة بقى لأ أملاوت، يتن يتن يتن. ومثلا غيت غيت هنا تن، قلت تحت غيت بالايه غيت، تمام كده. معايا كلمات لو هتكتبوا ورايا. أوضو معناها عيون، هي صعبة شوية بس والله محتاجة تدريب بس مش أكتر. ممكن نكتب ألماني إزاي لو خلت حضرتك هير محمد على كنترول بانر، هتحول أصلا كيبورد ممكن تعمله. أنا عمل كيبورد بتاعي إنجليش عربي دويتش أو جيرمن، أنت ممكن تحول يعني حسب ما حضرتك عايز، ممكن انجلش وجيرمان بس، او ممكن الثلاثه حسب ما حضرتك بقى في السيستم تعلى بنفسك. معاني كلمات نكتبها: اوجن يعني اعين، ايجيبتن يعني مصر، طبعا هي شبه الانجلش. جروس يعني كبير، ويسع اكبر، جايب فيو مكتب. لازم حفظ طبعا، لازم حفظ للتلميذ، دي حاجة مهمة جدا. أول معي تاني: أوجن أعين، إجبت النص، روس غوسة أكبر، جوت جايب، فيو مكتب. انا مش فاهم حضرتك يا محمد. هي
الكلمات اللي انا كتبتها هنا هوها بالأملاو يعني عيني، جوت يعني جيد، الايه انت ايه في عايشة مش فاهمة، أظن يعني أعين. أنا لسه ما دخلتش في ترتيبات الحروف على فكرة. تمام كده السلايد دي على السلايد اللي بعدها، ممكن حضرتك تقلبي. تاني حاضر خلاص، معلش نرجع على السلايد 6 عشان في ناس مش واخدة بالها. لا هو انا مش بارادتي خالص على فكره ان انا اشيل النقطتين اللي هي الاوملاوت واحطهم يعني انا مش بارادتي خالص ان انا اشيل النقطتين واحطهم، دي نازلالي يعني في اللغه الالمانيه في كلمات حاطه لها اوملاوت وكلمات لا، فدي تعتبر ركن اساسي من الكلام، بس هي بتضيف لي معنى يعني انا لو شيء يعني مثلا لو بصينا كلمة جروس وجروسة المعنى اختلف، هنا كبير هنا أكبر، فهي بتساعدني إن أنا أفهم معنى تاني. بالنسبة اللي عايزني أعيد حضرتك الأول تبقى أ بحط لها أملاط بتبقى إيجيبتن بتبقى إيه، الجروس جروسة الأو أملاط، الجوت جرو، دي عايزة يعني عايزة تدريب قوي في الموضوع. تمام ال C وال F لا لا دي حاجة اسمها F الساكنة مركوز معاها بيها اللي هي الكلمة مفتوحة من تحت دي لسه ما اتكلمتش عليها، مالها الكلمات الأمثلة ال A والا املاوت مفيش فرق ما بينهم، هو ده بقى اللي انا بقوله يعني الاي املاوت اللي هو الا املاوت بتتنطق اي. تمام يعني الا املاوت لو فاكرين ان احنا يعني لو تفتكروا حرف الاي ده بيتنطق اي، يعني حرف الاي اللي انا كتبته في الشات ده بيتنطق اي، لما بحط بقى الاملاوت على حرف الا بتنطق ايه برضه، هي دي بقى الفروق اللي انا كل ما اتدرب اكتر كل ما اتكلم يعني كل ما انطق الحروف اكتر واسمع اكتر هعرف ان انا افرقها. المعاني تاني اوجن اعين، ايجيبتن مصر، روز بير، غويسا اكبر، جوت جيد، يغو مكتب. طيب سبع هوها عالي الاعلى الان بعد اذن حضرتك سلايد سبعة الفيغو مكتب لا بالقو املاو جيتان ده باع معناه يفعل، كنت عايزة بس أوضح لكم الفرق ما بين الـ آن بتن و جريت، خدت جريت، جريت ده يعني جهاز، الكلمات اللي جنب بعضها دي عايزة أوريك الفرق ما بين الـ آ والـ إي، يعني الـ آ بالأملاوت والـ إي غير الأملاوت، فاهمة؟ والفرق والعكس، بس عشان كده كاتباهم جنب بعض، بس هو مش نفس المعنى. الـ R عملتها أكتر من نطق؟ آه طبعاً ليها أكتر من نطق وهنعرفه دلوقتي، مش عارفة أنتم مستعجلين ليه. الـ H عالي برضه. طيب سلايد 7
السلايد 7 عندي فيه أربع حروف ثنائية، يعني أربع حروف يجوا مع بعض. هنعرف كل اثنين مع بعض، وده برضه بالتدريب، يعني مش حفظ، يعني ما فقط الموضوع قوي ما ناخدوش حفظ، بالتدريب هيجي. عندي الـ A والـ E نطق باي، يعني أي الـ A الـ A والـ E نطق أي، يعني مثلا المثال الأولي باي أو بايزر، يبقى الـ A والـ E أي حاجة، الـ A والـ E A، يعني مثلا في المثال فرانك رايش A رايش، أو المثال الثاني إيد، تمام؟ تشوفون تمام كده ثاني، يبقى الـ A و الـ E نطق I زي أول مثال باي أو بايزر، الـ E والـ E A فرانك رايش أو يد أيد، تمام؟ سلايد 8 الـ A والـ U نطق أي، كلمة أوروبا أي روبا أي روبا، إذا الـ A والـ U أي أي روبا، أو دايتشو دايتشو، تمام؟ تاني إذا الـ A والـ U أي أي روبا، دويتش. اخر حاجة الـ A والـ U او 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 على او، يبقى باختصار شديد هعيد تاني. ممكن سلايد 7 لو سمحتي. يبقى انا عندي حروف ثنائيه بيجوا مع بعض اربع حاجات، بيتنطقوا مقطع واحد، يعني بيغير النطق شويه، تمام؟ عندي الـ A والـ E نطق I اللي هي اول مثال باي باي او بايزر. تاني حاجه الـ A والـ E نطق A كان رايش ايه. سلايد 8 الـ A والـ U نطق واي واي، زي اوروبا او دويتش، فرانك رايش فرنسا فرانك رايش، تمام؟ آخر حاجة الـ A والـ U أو أو، ده بالنسبة للنص. أنا كده كده هنزل المحاضرة تانية على فيسبوك إن شاء الله، ونتدرب عليها ونكتب النطق بالعربي، يعني سهل عليها، هي التدريب أكتر. ليه بس؟ ليه هي الحل؟ وإياكم. الصوت عند كل الناس مش واضح؟
هو انا عارفه ان الالماني صعب، وانا قلت الكلام ده في الاول خالص، النطق بتاعه تقيل، بس مع الممارسه تقريبا هنتكلمه زي العربي ان شاء الله. يعني انا بس عايزه ممارسه وعايزه نشتغل على نفسنا في النطق، نعمل كلمات مع بعض ان شاء الله، نتدرب على كل ده مع بعض. يعني ما تقلقوش، هاي تاني والاخر مره سلايد 7، الا والاي مثل اي زي باي زي بايدو، تمام؟ عند الـ A والـ E فرانك غايش وإيد. الـ A والـ U أي زي أوروبا زي دويتشو. الـ A والـ U أو زي أو أو. ده بالنسبة للتركيبات. بعد كده سلايد 9، تمام؟ ده التي والاي والاو والان لما بيجوا مع بعض مثل سيون، زي مثلا المثال بتاع امك نفسيون نفسيون. بين الا والاي الاول اي اللي هي مثلا زي باي عايش، بالتالي ما بين الاي والاي اي يعني هنا بكثره شويه، تمام؟ نرجع بقى لموضوعنا، الكي والاي والاو والان مع بعض يعملوا ليه؟ مش فاهمه حاجه ليه ده بعد كل ليه مش فاهمه. بصي انا فاهم الموضوع كله، ان دي تركيبات حروف، ما انت عارفه داخله بس مش اكتر، لكن هي تركيبات حروف. احنا هنتدرب عليها، هنقرا مره واثنين ثلاثه. شكرا، ربنا يخليك. مره واثنين وثلاثه، وانا عايزاهم كتير جدا. قلت النهارده هتنزل ان شاء الله على فيسبوك، والمعنى يعني النطق المفروض جنبهم العربي، تمام؟ بالضبط. اي نقطه الحروف الاونلاين قلنا بتتكتب عن طريق كنترول بانل في اللاب، انت بتعمليها انتي بس في لندن. طيب نكمل، يبقى انا عندي نفسيون زي في الانجليزي بالضبط، يعني لما نعمل شن هتبقى نفسيون. حرف الفت انا ان هو فت، يعني مثلا اكس باي بحط باي، وهي مكتوبه قدامكم نطق بالعربي، تمام؟ يبقى ملحوظه الثانيه ان في نفسيون تيون، الاي والاو والان مع بعض بيعملوا تيون، والفت زي ما ننطقها، علشان في ناس كانت بتسال في الحروف ازاي بنطق الفت اللي هي الزاد في الانجلش، تبقى سباي سي سي سباي، تمام؟ سباي الدبليو سباي. سلايد 10، سلايد 10. عندي بقى الخيط، تلخيص الحرف لحرف الـ A يكون عليه أملاوت، يعني كل الكلام ده احنا قلناه، بس أنا معايا في سلايد واحدة. يبقى A يبقى مع الـ U أو الـ C مرة زي الـ F فيها متقشين شولو، وفيها اللي بعد كده أمثلة، يعني نفتح سلايد 12 هنقرا بقى الأمثلة. سلايد 12، سلايد 10 و 11 مراجعة اللي قلناه، مراجعة النطق بالظبط بالعربي.
سلايد 12 قدامنا دلوقتي هيشوف لنا كلمات، هقرا الكلمات دي اول مره، بعد كده هتقروها ورايا. تمام، لو لاحظتوا ان كل كلمه بتتنطق يعني بتبدا بحرف من حروف الابجديه بالترتيب، يعني ا عودو مبتدي عايش فينا، يعني امثله عايش فينا مبتدي. انا سريعه خالص على فكره، خالص انا ماشيه بالراحه جدا، بس هو بس في حاجات انا كنت قايلاها فمش بعيدها تاني. يعني سلايد 9 يعني سلايد 10 و11 لا خالص، دي وجهة نظرك بس 10 و11 ده اصلا اوريدي قايلاهم، انا بس يا دوب ملخصاهم عشان ان شاء الله لما تستخدموا الباوربوينت ده ما تتوهوش، بس مش اكتر، دي حاجه ليكم. تمام، الفايش بيله دي هقراها مره، فايش بيله في نطق كده بس هقراها مره، تاني مره تقولوا ورايا. تمام، بسم الله. او جو بوخ بوخ شف شف دوا دوا اي فيش فيش جابل جابل ها ها انا هقول معناها دلوقتي حالا عادي، بس خلص، بس مش مهم عندي المعي، المهم كلمات، مهم النطق. الكلمة دي مش ظاهرة عندكم؟ سلايد 12 اللي بيقول من خلال الماوس. انا قلت في اول المحاضرة خالص ان انا عندي مشكلة ان انا مش هشوف الباور بوينت معمول، فانتوا بالظبط يعني انتوا بتشوفوا باور بوينت وانا بشرح من اللي عندي على اللاب، معلش انا اسفه في المشكله دي جدا. انا هنطق تاني يا جماعه عند المستعجلين دي وهقول لكم عندي كل كلمه، اهم حاجه بس تأول كل كلمه الحروف الابجديه بتاعتي، اشوف بتتنطق ازاي في الاول. تمام، وصلنا لإيش؟ ييجا اللي هي بتتنطق يس، اللي هي اليس حرف اليس ييجا. شكرا أسماء، شكرا. ييجا كوب لازم ميتشن، دي بقى أول حاجة خالص كلهم بتتنطق إزاي. الأوجو احنا قلنا الأ والأو بتبقى أو، تبقى أوجو. طب أنا ليه مقلتش أوجي؟ مش احنا قلنا إن الأي تنطق اللي هي الأي في الإنجلش تنطق أي، ليه مقلتش أوجي؟ بيقول أو القاعدة عندي بتقول إن أنا حرف الأي اللي هو ده لما بيكون عندي اللي هو في الشات ده، لما بيكون عندي في آخر الكلام بضم بقي شوية، يعني مثلا في كلمة أو ج ج قلت أو ج، ما قلتش أو جي خالص، يبقى أنا دي قاعدة ثابتة. يا ريت لو بنكتب نكتب القاعدة دي عشان مهمة جدا، حرف الـ A ما
لما بيكون في الآخر بنضم كأنه أو شوية بأول دو دو ده بالنسبة لأول كلمة يبقى الأول النقطة أول تبقى أو دو دو تمام ده بالنسبة لأول كلمة تاني كلمة بو تي بو بو والإي متقوخ واللي فيها مش دايما خا ممكن شيء ده على حسب بقى الكونتكست اللي عنده بوخ لا بالبه بوخ لا البس والبيع والبي والحاجات دي لا انا اعرفها بس من دلوقتي خالص انا المهم عندي الكلمه بوخ اه تمام بوخ ايوه تمام اللي بيكتبه عربي ده ممتاز تمام الترجمه الاوجو يعني عين بوخ كتاب بعد كده تالت كلمة شيف اللي فيها شيف عشان كده بقول مش شرط اللي فيها يبقوا خاص يبوخ ممكن يبقوا شين يعني مثلا لو بصينا في المثال الثالث شيف شين فيها شين شيف الاي في النص شيف 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 طيب حاضر انا هضيف لكم معايا ونزل لكم حاضر الانستغرام الترجمه من معايا ممكن بس دلوقتي تكون من تكون البي دي اف وتكون من دلوقتي انت تتنطق شيء وانت خالص انا لسه قايله ان هي على حسب الكونتكست يعني ملهاش رجل او ملهاش قاعده معينه ايوه زي ما فاهم بكده شف بس مش شيف شف حاضر تاني من الاول او الاول او 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 في الاخر الايه بتنطق كاني بضم بقي كانها او او جو بعد كده تاني كلمة بوخ بوخ بالظبط انا ما يهمنيش على فكرة المعنى خالص انا بترجم لكم هترجمهم في الاخر كلهم بس اهم حاجة عندي النص بوخ هنا التي او بوخ واللي فيها دي قلناها خ وتحتها نقولها شين طب امتى نقولها خ وامتى نقولها شين قلت دي ملهاش قاعدة معينة تمام بوخ ثالث كلمه شف تي لان دي حرف الاي شف شف الدس والدير والدي انا لسه قايله ان في اول الكلام دول ملناش دعوه بيهم دي حاجه اسمها ارتكل انا كنت مستوعبه ان شاء الله او بالظبط هي اسمها شف برافو شف رابع كلمه دو دواف إذا دي مفخمة قوي لا أكتبيهم لا هما بيكتبوا كلمات بالعربي صح عشان لو حد عنده أسئلة دواف لا مش دواف دواف بس مش منطق الر شكرا دواف ولا غير هنا بقى برضو على حسب يعني حسب الكونتكست اللي عندي كلمة دي دواف بالظبط كده دواف كأن الإر أنا مفتحهاش كنت متقش واو هو الأو قبليها فده حكم عليا إن أنا أضخم الكلام مش إحنا قلنا الأو مفخمة تبقى دواف دواف فين الإف دواف مفيش ألف تبقى دواف تمام دواف بعد كده أي احنا قلنا ال اي 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 هي كلمه في الالماني معناها بيضه اي ايوه بالظبط كده اي تمام برافو بيضه وسمك فيش هنا فيش هنا قلت ال اي في النص نطق اي فيش فيش ايوه تمام فيش سمكه طبعا جا هنا لو نلاحظ الفرق في الأول قلنا جا بالآر
ونزلنا بكسرة لأن في إيه تبقى جابين جابين. جا ب لا مش جابال لا في ايه جا ب ارض معناها شوكة جا ب او جا ب. بعد كده ها قلنا ان الايه مش بتتنطق وخصوصا في اخر الكلام تبقى اه اه ها بالظبط اه بيعجبك. بعد كده ايش اه في كلمات قريبه من انجلش بس مش كلها ايش. برافو تمام كده كده بالظبط شكرا استاذ اسماء الكتاب. ايش زي هيات ليش ليش كده في اي كده ايه تمام تمام كده. بعد كده اليوت بقى اللي كانت عامله لنا مشكله زي ان انا اقولها يوت يعني تسالش يوت خالص يعني تسال ايه زي ييجا ليه قلنا يي علشان في املاوط تبقى يي ييجا هار يعني شعر ييجا بالآ بس مش بتتنطق يعني هي مش ياجا ييجا ييجا. احنا بس اهم حاجة عرفنا ليه هنا ما قلناش ياجا بالآ عشان في أملاوت. هنا بقى بيظهر دور الأملاوت اللي هي بتخفف النطق شوية في الآ ييجا تمام ايوه تمام تمام كده. بعد كده الكار عادي جدا كوب كوب تمام الكعبية كوب هي حاسة يعني أنا مش عايزة بس ننط مراحل الجاية والناس والدين حاجات اسمها حاجة اسمها أعتقي فمش عايزة أقول لكم دلوقتي إيه هي الأعتقي خالص أنا دلوقتي مركزة أكتر على النط كوب. برافو لك تكتبها صح جدا كوب كوب. الال لادن لا لادن الا عليا لادن لادن مفيش احنا بقى تعودنا الاي دي انا اعتبرها كانها ايه لادن تمام كده من غير اليه يعني لادن تمام كده. ميتشين ناس ممكن تقولها ميتشين ناس ممكن تقولها ميتشين ميتشين ميتشين. ليه هنا قلنا ميتشين ما قلناش ماتشين عشان في املاي يبقى ميتشين ميت. نقول بقى الكلمات بتاعت الصف دي قبل ما ندخل في الصف الاولاني اللي هيكتب اوجو عين بوخ كتاب شف رئيس اي بيض او بيضة فيش سمكة جابل شوكة ايش اه دوف انا اسفه دوف يعني قرية قرية دواب قرية اي بيضة فيش سمكة غابي شوكة ها ايش انا ميجا ها إيش أنا ييجا طيار كوب رأس
Vega, V, Vega. Cup, Nadin, Madgar. Nation, okay. الصف اللي بعده ها شعر. الصف اللي بعده الان بقى الان عاديه اخر كلمه ميتشن فتاة. تمام. انتشولينج ميتشن فتاة. ان ا ب اي ال نا ناقل. تمام ناقل. كيف تنظر؟ ممتاز. بعد كده او طابعة مفخمة جدا اوطا اوطا أكرا أكرا. تمام فرونا دي صح جدا أكرا. لا ما فيش غين تقيلة أكرا أكرا. أكرا ما عندك كده؟ تمام صح. فا زيها هي فا فا بالظبط فا تمام. بص اللي شايف هنا في عنده الكو والأو فا تمام صح. الكو والأو تيجي مع بعض الكو والأو لما بيجوا مع بعض بتتنطق كيزي يعني المثال اللي عندي ده هيتنطق كيزل كيزل. دي برضو من ضمن الاستثناءات كيزل. تمام كيزل. تمام قلنا الايه في الاخر بسيطه قوي كبله. تمام كله صح. بعد كده الا لما بتيجي في الاخر كبله يعني ينبوع. تمام الا لما بتيجي في الاخر بننطقها غين هننطق دي غاب. الكبله تاني قلنا الكو والاو بيتنطقوا كيفي كيفي تبقى كيفيلو. بعد كده المثال اللي بعده غاب. غاب الـ إيه ما ينفعش إن أنا أخليها مكتفية في أول الكلام تبقى كلمة مش واقفة ده لازم اقول غاب. تمام لا مش شابو غاب. تمام بعد كده الاس غاب. تمام بعد كده الاس زف في اول الكلام منطقها غين علشان ما ينفعش اعمل لها فيها خالص وانا لسه بقول اول كلمه مش هينفع طبعا هيبقى اسمها عبر مش تبقى مفهوم خالص. تمام عندي بعد كده الاف زف زف من ا زف فقالي دي ما فيهاش حاجه زف. تمام
تمام صح في الاخر صح بعد كده حرف ال T صح؟ لا هي ال F مثل ز صح صح حرف ال T ها ال T ما فيهاش أي تغيير A T L ها A T L T L تابلو تمام تابلو تمام عندي بقى الاو لو مثل اي ايدي 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 ال ايدي لا إيدل أي شوكل إيدل تمام هنا اسمعي إيدل الفاو أيوة إيدل الفاو أصدق عادية مش أي حاجة بعضو بعد كده بعض بعض ايوه بعض تمام مفيهاش حاجة دي بعض بعد كده ايوه صح كلكم صح اتنطقت الاف زد بعض ايوه دي تعالوا كده ما عندي كده البي البي باغو باغو باغ باغ لا أستطيع قوة على كوكو اكسريفون ادي سهلة دي اكسريفون بعد كده الابسلون بقى اللي كنا نتكلم عليها وتتنقل هنا ايه مفيش ابسلون في الكلمة يا الفازو ممكن تتنقل فازو ممكن تتنقل فازو الاثنين صح فازو علشان الزي اصلا اللي هي اللي بيقولوا اصلا هي اف صح تمام نيجي اليخ الابسلون تتقل ي يخ تمام يخ واخر حاجه اللي تسد تسد فاجل ايوه بالظبط كده فاجل فاجل اكتب بقى معايا الكلمات بتاعت الجزء الثاني نابل يعني سرة فاجل كله صح
نابل. انا خلاص قربت اخلص بس عشان نخلص السلايد دي. نابل صورة قطة. هي بتتكتب ولا نكتبها لكم في الشات؟ تمام. قطة يعني نادل. ها يعني زوج. لا نادل وها يعني زوج. نادل يعني جارسون أو ويتر. جارسون. بعد كده بار ويتر يعني بالإنجلش. فازو تمام. اسم الزوج هو انتوا لسه نزلوا تحت. فا يعني زوج. انا قلت والله الدس والبيع والدي والحاجات دي كلها مش هناخدها دلوقتي لان اكتبتش فيها بس مش اكتر. انا عشان ما لخبطكم في انتوا لسه في الاول خالص. الفا معنى زوج مش معنى ان هو زوج راجل وست. لا معنى زوج مثلا للحذاء. تمام. زوج من اثنين يعني. بعد كده كيفينو. كيفينو يعني منبع. شكرا للمصطفى المساعدة. شكرا لكذا أسماء المساعدة. بعد كده غابو بلوطة. غابو يعني غراب. رف أخير. وغاوندا يناو. تمام. تابلو جدول. إيدي شرير. جدول ماء. لا جدول تقيل. جدول محاضرات. جدول حسب. بعد كده فازو طبعا معروفة. ايش اذن حضرتك عايز تكتب انا شرير؟ تبقى ايه؟
الإبل. هي دي بالضبط المعنى، يعني هي دي بالضبط الترتيب صح، الجرامر صح. إيش بالإبل؟ تمام. بعض يعني مزين. تنفع مؤنث ومذكر عادي. بعض يعني مزين. اكسليفون، الاكسليفون عادي ده فيه. احنا كده خلصنا على فكره. الاله المفتوحه. دو بس اوبل، انت شرير. دو بس. بعد كده اليخ، ماما اليخ. اليخ العادي. تاجل، سن، سن. الفازر من الفازر بريئة على الفازر علي. فازر زم. احنا كده خلصنا النهاردة ان شاء الله. المرة الجاية بإذن الله أكون أنا خفيت، ويكون يا رب تكونوا فعلا استفدتوا. المرة الجاية بقى ان شاء الله قبل ما نبدأ عايزين نعمل تست صغير قوي على النطق، واياكم تست صغير قوي على النطق علشان اطمن بس ان انتوا تنطقوا صح، لان النطق في الالماني مهم جدا زي ما قلنا، يعني زي ما انتوا شايفين تقريبا المنطقه مكتوبه. فباذن الله كلمه ميزان بتنطق ايه؟ باغ باغ. واياكم شكرا. الباوربوينت ممكن ينزل على فيسبوك ان شاء الله اول ما اقفل معاكم. هسلم الدعم وننزلها لكم باذن الله على الفيسبوك، وهنزل لكم معايا موقع ينطق الحروف كلها. يعني هنزل لكم كده معايا موقع بحيث ان احنا ما نستناش بقى من الحد للحد على حد نسمع الماني ونسمع الحروف، عشان ان شاء الله باذن الله المره الجايه عايزين نبدا بالتست اللي هنعمله ده عشان نشوف بقى النطق بتبقى عامل ازاي معانا، ونكتب بقى عربي الكلمات زي ما انتوا بتعملوا. انتوا ما شاء الله النهارده كتبتوا اصلا عربي من غير ما نعمل تست ولا اي حاجه. ده بالنسبه للمره الجايه. من المره الجايه ان شاء الله هندي واجب، يعني هعوز اكتب هنعمله بس المره دي يعني مش محتاجين هعوز اكتب خالص، ده بس عايزين نشتغل على نفسنا في موضوع حروف الاسبوع ده. ده انا ضامنكم بعد ما اخلص اكيد الدعم هينزله لكم. الدعم هينزل الفيسبوك. امين يا رب. شكرا. حد عايز اي حاجه؟ مش فاهم اي حاجه عامل معاكوا اي حاجه؟ ان شاء الله باذن الله المره الجايه بقى النص يكون اوضح، اكون انا بقى صوتي خف كده، يكون النص اوضح. بس انا متهيألي ان انا يعني نزل ستاره جهدي ان النص يكون اوضح. الله يسلمك. الكيزي اللي هي الكيزنا، والاو والاي. عندي الكي ده سيدي الكو مع الاو كيزي تبقى كيزنا، هي مكتوبه في السلايد ان شاء الله ما تنزل انت ذاكريها. الاو والاو مش او زي او بتبقى مفخمه قوي، برضه هنتمرن عليها يعني اكتر من مره اكيد، لان احنا كده لسه ها بنبتدي، يعني لسه بنبتدي بكام كلمه. المره الجايه هتلاقوا بقى امثله كتير قوي،
رزق مختلف لي. تمام، اللي عايز اي حاجه انا موجوده ان شاء الله على فيسبوك، بعتولي مسج، اكتبوا في الايفنت نفسه اي حاجه انتوا عايزينها. واياكم شكرا. لان هي اصلا باوربوينت، يعني ممكن تسمعها داونلود على فيسبوك بس مش تعمل اي حاجه تانيه. انا اصلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.